رحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج بوح الشباب. نبدأ معكم حلقتنا بعد الفاصل. فقراتنا متنوعة، حيث سنتعرف على منجزات الشباب في الجامعة أو خارجها عبر فقرة إنجازات شبابية، كما سنتعرف على مواهبهم في فقرة مواهب. أيضا سنزور المقاهي لنتعرف على روادها في فقرة مقاهي وشباب، بالإضافة لفقرة من الجامعة التي من خلالها سنرافق بعض الجامعيين لطرح مشاكلهم والعمل على حلها. سيكون لدينا أيضا فقرة حوارية دائمة مع مجموعة من الشباب لمناقشة قضايا شبابية. إضافة لكون المسرح هو أبو الفنون، يمتلك المسرح هوية فريدة تجمع ما بين الكادر المسرحي والجمهور في زمان من بعد آخر، ومكان يوحد بين الحضور الذي يمتلك الإرادة فقط عند اختياره التوجه إلى المسرح، ولكنه يترك زمام القيادة لمن يعتلي الخشبة في رحلة داخل أعماق الروح. في حلقتنا اليوم من بوح الشباب سنتعرف إلى شباب سوري متميز اختار المسرح للتعبير عن ذاته، وأبدع في فن يعتبر أبا الفنون وأصعبها، فاعتلى الخشبة ليؤكد أن الحرية مسؤولية، وأن الهوية الثقافية والالتزام بالثوابت الوطنية هو ما يجمع شعب سوريا، فأنعش الخشبة وأضاف إليها حماسا وأعاد الحركة والنشاط إلى الدور الثقافية المنتشرة في محافظة اللاذقية. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامج بوح الشباب، وأرحب بضيوف الشباب الموجودين بالاستوديو معي. أهلا وسهلا فيكي نور الهدى بشير، ممثلة وطالبة جامعية. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. أهلا. وأيضا بدي رحب فيك هاني حداد، ممثل وطالب جامعي. أهلا ومرحبا بك. يا أهلا. أهلا وسهلا فيك. ورنيم أحمد، ممثلة وطالبة جامعية. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. البداية من عندك، أنت عرف عليكي أكثر نور، عرفينا على المسرح، كيف دخلتي إلى المسرح وأنت كممثلة ببداية الطريق، كيف بدأتي؟ فكرة المسرح كانت ببالي من فترة طويلة كتير. بعد ما دخلت على الجامعة شفت حالي أني ما راح أكون فاضية من الجامعة المسرح، المسرح بده كتير شغل. دخلت على المسرح وشفتي حالك أنه أنت هنيك، أنه نور كشخصية هي على المسرح قادرة أنت تأدي وتعبري عن حالك أكثر. لا، أي أصعب المسرح ولا هلأ مقابلة التلفزيون؟ الصراحة مقابلة التلفزيون كحد ما، بس للأكبر هو المسرح. بس صراحة المسرح بتحسي حالك مرتاحة أكثر، مرتاحة مع الجمهور اللي عم بتابعه، ونقد مباشر بيكون. حتى لما بتاخدي وبتعطي مع المتلقي بتحسي حالك حدا تاني يعني. غير هاني، شو رأيك بهذا الحكي؟ لا خبرنا أول شيء قبل ما تقولي رأيك فيه عن بدايتك أنت بالمسرح، وكيف مع الجامعة والمسرح والتمثيل؟ هلا بالنسبة للمسرح هو بده تفرغ تام يعني. يعني عندك شغل كتير، في احترام المواعيد، يعني في كتير شغلات أني ما فينا أني تحاولي تنسخي بين الجامعة وبين المسرح يعني. بس بالمسرح هو أنا من زمان يعني طموح، يعني أي إنسان عنده طموح وهدف، إنه فالمسرح هو يعني أحد ركائز الفن والثقافة، لأن هو اللي يسهم في بناء الذات والإنسان يعني. تمام. أي. فإذا هو قرار قديم اعتلاء خشبة المسرح عندك. أي هو يعني. قرار قديم، ويعني بتقولي منذ الطفولة يعني، بس كل شيء بوقته حلو يعني. حلو. منذ الطفولة يعني كنت متابعة للمسرح ولكبار الممثلين والمسرحيات؟ طبعاً. يعني بشكل عام المسرح يعني تاريخه كبير، يعني هو ما بس أب الفنون وهو أم الفنون كمان يعني. تمام. وشو رأيك هلأ بالمقابلة هلأ على التلفزيون؟ بيهمني أعرف أي أصعب كتجربة أولى، بعرف أنه هذه تجربة أولى لكم مقابلة التلفزيون. هي تجربة أولى يعني، كل شيء بيكون تجربة أولى ويكون الأصعب يعني. يعني بتذكر لما طلعنا أول مرة خشبة المسرح، يعني نفس التوتر نفس الخوف يعني اللي كنا عم نحسه هلأ حسيناه من قبل يعني. بس بيضل أني خشبة المسرح بتحسي فيها بالراحة أكثر. تحسي راحة، أمان، حنان حتى. يعني هذا الإحساس هذا هلأ بتحس فيه بعد خمس دقائق، بأكد لك هذا الموضوع هاني. رنيم، خبريني أنت كمان عن تجربتك وكيف قررتي اعتلاء خشبة المسرح.
هلا انا كان ببالي من زمان انه ادخل التمثيل، فما صح لي اني ادخل المعهد العالي للفنون المسرحيه، فقررت اني ادرس جامعه. وبعدين لما شفت فرقه اليسار انه هي العيله الصغيره اللي بتحضن، ولا يعني بتحضننا مثل اولادها، عم تعطي الحق تماما حتى نمارس هوايتنا وحبنا للمسرح والتمثيل، فقررت اني انا اكون واحده منها. وبصراحة يعني ما عم بتحسي بشي كتير حلو، يعني بتعطيكي، يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك، بس كتير هي حلو مجموعة التجربة من الشباب والصبايا كلكم متفقين على هواية واحدة، على طموح واحد اللي هو خشبة المسرح وتقديم أفضل ما عندكم للجمهور اللي عم يحضركم مباشرة. هلا نور، يعني خلينا نحكي شوي عن التشجيع اللي أنت قدموا لك إياه، يمكن الأهل أو حتى رفقاتك والمحيطين فيكي، كان هيدا الشيء بالنسبة لإلك دافع أكثر لحتى أنت تقدمي أفضل ما عندك على خشبة المسرح؟ طبعا أكيد، أي إنسان ناجح لازم يكون بالمقدمة الأهل معه، يعطوه دافع أنه أنا معك، شو بدك أنا معك، كيف أنت مرتاح، أنا واثق فيك، شو بدك بعطيك. كان عم يلعب معي دور كتير كبير هذا الشيء، هو اللي شجعني أكثر أني أدخل تجربة المسرح حتى طلعت على المعهد العالي للفنون. بس ما حسيت حالي اني انا ممكن اني اعمل شيء هنيك، خلص انا بدي ضل بفرقة اليسار. حسيت حالي مرتاحة اكثر، غير انه غربة الاهل، يعني انا اتخيلت حالي ما فيني تابع هني. رجعت على اللاذقية مع المجموعة اللي عم اشتغل معها، مع الاستاذ نضال. هاني خبرني عن هيدا الموضوع، موضوع اعتلاء خشبة المسرح، إلى أي حد بتحسه تحدي لإلك، لذاتك، لممكن إبراز موهبتك أكثر؟ لا، خشبة المسرح بتعطيكي، يعني بتعطيكي حنان، بتعطيكي موهبة أدمية أنت على خشبة المسرح. بجوز أنت عم تعملي بروفا جوا، بس لما بتطلعي على المسرح حتى الأداء بيختلف. يعني بجوز هذا الشيء الجمهور هو اللي عم يعطيك إياه. التدريب الى اي حد هو بيكون اساسي بهذا الموضوع رنين برايك؟ يعني بتعتبري انه التدريب هو اساسي او لا، انه الموهبه مع التدريب هي اللي بتخلي شخصيه ممثله مسرحيه ناجحه على الخشبه؟ هلا التدريب هو مهم، بس الممثل والموهبه وادوات الممثل هي الاهم. يعني التدريب بيساعدك حتى تتقني انه كيف بدك تستعمليها لادواتك، كيف بدك تبرزيها، فهو كتير مهم. الموهبة إلى أي حد تلعب دور إنه يكون هيدا الشيء أنت متمكنة من هيدي الأدوات؟ هلا هي بتلعب دور كتير كبير، يعني إنه التدريب لحاله ما رح يفيد إذا أنت ما عندك الموهبة، إذا ما عرفتي كيف تستخدمي أدواتك الخاصة فيك، يعني إنه ما نفع شيء، فالتدريب بيساعد. حلو، يعني انتم شباب بيجمعكم حب المسرح. نور اكيد يعني كل حدا بيحب المسرح بيتابع مسرحيات، اسماء كثير كبيره عندنا بالمسرح السوري. انت لمين كنتي تتابعي شخصيات مسرحيه، وشو المسرحيات اللي تابعتي او تاثرتي فيها؟ مسرحيه غربه للاستاذ الكبير دريد لحام، هي اكثر مسرحيه كنت تابعها، ضل عيدها حتى لو يعيدوها باليوم الف مره كنت ارجع اشوفها. هاني انت كمان يمكن قلت لي ببدايه حديثنا انه انت كمان بتتابع مسرح، لمين كنت تتابع مسرحيات هاني؟ مين الشخصيه اللي انت تاثرت فيها كشخص؟ الشخصيه اللي انا بعتبرها قدوه الي العملاق الكبير الاستاذ دريد لحام. بحب مسرحيه كاسك يا وطن، شقائق النعمان، غربه، يعني والعديد من المسرحيات، يعني بس هدول المسرحيات يلي كل ما بفتح التلفزيون وبشوفهم بنبسط. يعني متابعتك لهيدون المسرحيات هي اللي خليتك انه تكون تتجه لهيدا المجال اكثر؟ طبعا مع القراءه والثقافه ومع حبك للمسرح. مع حبي للمسرح هو الدافع الاساسي يعني. حلو، رنيم انت كنتي عم تبتسمي لما ذكر اسماء المسرحيات، معناها مشترك. تمام، احكي لنا شوي انت كمان عن متابعتك للمسرح. هلا انا كثير يعني باخذ قدوه الاستاذ دريد لحام، كاسك يا وطن كثير مميزه. هلا انا باخذه قدوه لانه يعني
يعني شغله يعني وقت تتفرجي له انه كيف بيشتغل بأريحية كتير كبيرة على المسرح بخليك تحسي عن جد انه المسرح هو يعني كتير كبير وهو اللي بيعطيك الثقة بحالك، هو اللي بيعطيك، هو اللي بيشجعك حتى يعني تبرزي حالك على المسرح. فكتير حلو الأستاذ زريد الحام. حلو. وانتي طالبة أدب إنجليزي والأدب الإنجليزي في مادة المسرح أيضا، تماما يعني بتقري مسرحيات إلى أي حد؟ مسرحيات شكسبير مثلا لما بتقريها هيك على الورق بتخيليها أنه تكون على خشبة المسرح ممثلة؟ أي بس هون بدنا مجال يعني لو في دعم أكثر للمسرح بصراحة، يعني كان شفت يعني شفتوا الشباب شيء تاني. دراستك نور شو هي؟ شو عم تدرسي؟ رياض أطفال سنة ثالثة. هاني كمان دراستك، خلينا نتعرف على دراستك. فلسفة سنة ثانية. ساعدك هيدا الشيء دراستك كونها فلسفة؟ أي طبعا. ساعدتك بمجال المسرح؟ أي طبعا ساعد كتير. رنيم يمكن حتى بدراستك أنت بالأدب الإنجليزي هذا كمان بيساعد كتير، أنك أنت بيساعدك على المسرح، بيساعدك كمان تسقطي هيدي الموهبة أكتر كون صح. مثل ما ذكرنا مادة المسرح عندك مسرحيات كتيرة لأسماء أو دباء كبار. بتساعدني كتير يعني هلأ صاروا اثنين بيكملوا بعض، عرفتي؟ تمام. يعني فرعي بالجامعة بيكمل هوايتي وهوايتي كمان بتساعدني لكمل فرعي بالجامعة. حلو. شباب نحن كمان رح نكمل معكم حديثنا، ولكن هلأ بدنا نروح مع فقرة، هي فقرة المقاهي والشباب مع زميلتنا بتول شيحة. متابع سوا هيدي الفقرة ومنرجع. طالبة فنون جميلة سنة تانية رسم وتصوير اختصاصي. كتير بحب الفن. مي حبك بالفن هو اللي بيخليك تجي على هالمكان؟ ايه طبعا حبي الفن هو بيخليني اجي دائما، يعني انا ورفقاتي مو لحالي، انا لحالي ما بحب اجي، بحب اجي جمعة مشان نشجع بعض على الفن. صفاء غالية. لو سهلة، شو بتدرسي ومن وين انت؟ انا دارسة معلم صف معلمة من هم اللاذقية. عرفتي على ناس جدد هون؟ ايه كتير، في منهم فنانين، في أدباء، هذا الجو كمان نحنا كتير نشتغل نشاطات ثقافية. مها حيدر، مدرسة تربية. شو أهمية هالمكان بالنسبة إليك؟ مكان برتاح فيه، نجتمع فيه تقريبا كل يوم، فيه ناس تقريبا مثلي، بيفكروا مثلي، اهتماماتهم مثل اهتماماتي، أحيانا بيجي بقعد لحالي بقرأ كتاب، بشتغل على اللابتوب، ما في شيء بيزعجك، يعني بيحاولوا يأمنوا لك كل شيء مريح إليك. ميت هيك أمكنة مشان توعية الشباب؟ هلا بتنشر الثقافة، يعني بتنشر ثقافتهم، في بيصير ألفة بيناتهم، بيرتاحوا لبعض، ممكن يحكوا قصصهم لبعض، بيصير في ألفة وحب وهيك قصص. بنرجع لنكمل حديثنا معكم شباب. تعتبروا حالكم شباب مثقفين كونكم دخلتوا بمجال المسرح، فلازم يكون في عندكم خلفية ثقافية جيدة، ولكن اتهامكم بانكم جيل الموبايل والانترنت. نحن ما متهمين، نحن هيك. انتوا هيك؟ نحن هيك. حلو الصراحة. تماما. يعني بفيق الواحد من الصباح دغري على تليفونه شو جاييني شو منزلين. يعني فئة كتير كبيرة من الشباب، يعني حتى الولد الصغير بتلاقي همه هلا النت، عرفتي؟ فنحن ما متهمين، نحن كتير اهملنا الكتاب، كتير اهملنا الجانب الثقافي، صار همنا نحن انه يعني الكماليات
يعني هلا التليفون والنت هو يعني بفيد كتير، يعني اللي بده يستخدمه بيستخدمه بجيب معلومات كتير حلوه، اللي بده بيعرف يشتغل عليه صح، اللي بيعرف يعني يستخدمه صح. بس نحن دائما بنروح على جانب التسليه، في عرفتي كيف؟ فانه نحن هيك عن جد يعني النت متاح صار للجميع، فبإمكان أي حدا يجمع معلومات جدا تماماً. قيمة من خلاله يلي بده طبعا، مثل اللي ما بده المهتم تماماً. أكيد يعني في مواقع ثقافية وحتى مواقع بتخص المسرح، بتحاولوا تبحثوا أنتوا بهيدا المجال نور تماماً. بتبحثي بهيدا الشيء أنه أنت كممثلة مسرحية عم تشقي هيدا الطريق، طريقك بعالم التمثيل والفن، بتحاولي دائما تبحثي ما هو جديد المسرح؟ بحاول ابحث، بس صراحة انا ببحث على القديم بالمسرح دائما، هو مثل ما بيقولوا ما إله قديم ما إله جديد، على القديم اكيد يبنى كل شيء. شباب شو بيعني لكم انه اهمية المسرح، انه بيجتمعوا الناس كلهم جايين من بيوتهم ليحضروا عرض مسرحي، يجتمعوا بمكان واحد ليحضروا عمل لمجموعة من الشباب خلينا نقول على خشبة المسرح؟ هذا شيء شرف لكل ممثل، اني مثلا اهلي رفقاتي عالم كتاب نقاد يعني جاي عم يحضرك، معناتها انت عم تقدم له شيء مفيد، لحتى هو جاي تارك شغله تارك دراسته وجاي هالساعه ليحضرك انت. تمام، يعني هذا الشيء ايضا بيخلق يمكن ألفة، بيخلق تعارف، حاله اجتماعيه المسرح بيخلق، انه لما بيجتمعوا تمام. الناس كلهم بمكان واحد هدفهم حضور هيدا العرض المسرحي. ريم شو رايك؟ هلا بيجتمعوا العالم هدفهم حضور العرض المسرحي، منهم هدفهم انه طالعين انه ساعه بمرقوا، منهم ليتسلوا، منهم محبين ومتابعين للمسرح، فكلياتهم بيجتمعوا، يعني بتصير هي حالة اجتماعية تماما، يعني بصير في تعارف بين الكل، مزيج، فكل حدا طالع ليقضي غرضه، عرفتي؟ فانه بس بيكون الجمهور هو الاساس، يعني اكيد الجمهور هو الاساس بالمسرح. هلا انتم لما بتطلعوا وتوافقوا على خشبه المسرح لتقدموا حاله معينه او شخصيه معينه، الى اي حد بتحسوا انه هذا العرض يمكن ولد عندكم حاله ابداعيه لشيء ممكن تعملوه شيء جديد لقدام لعرض تاني مثلا؟ هلا ما في عرض نحن بنعمله الا بيخدم، يعني منه بتاخدي خبره، ممكن بتكتسبي حاله انت بتصيري بتوصفيها وقت اللي بدك هي. تجتمعوا على افكار معينه ممكن ولد لكم اياها، مشهد معين بالمسرحيه يعني من خلاله نشتغل عليه مشهد ثاني تماما، او مسرحيه ثانيه ممكن على خشبه المسرح. اي ممكن انه كل حدا بيعطي راي من هذا المشهد او من هي المسرحيه اللي نحن اشتغلناها، فبتتولد عنا فكره ممكن نشتغل عليها بمسرحيه ثانيه او نعملها مشهد لحالها. هذا الشيء برايكم شو اللي بيولدوا، الابداع ام ممكن انه يسبقوا هي المسرح ام حاله العرض برايك هاني؟ لا هو الابداع، الابداع بالمرتبه الاولى. الابداع، وخصوصا اني ما في عرض مسرحي الا ما بيعني شيء واقعي. يعني انا عم ناقش الواقع بطريقه مسرحيه. حلو، عرفتي علي كيف؟ هيك يعني عم ناقش الواقع بطريقه مسرحيه، من حيث الفكره معينه. هالفكره بتولد مسرحيه كامله من حيث حالي، يمكن حدا فيكم يشوفها يطرحها، تنعمل مجموعه افكار تنعمل على شكل مسرحيه وتنعرض على خشبه المسرح تمام. باجماع يمكن من كل الكادر الموجود معكم طبعا. يعني هذا الشيء هو تعاون بالنهايه، من فنيين، من ممثلين، من تنظيم، هذا الشيء تعاون. يعني هو حلو بالمسرح الحالي الجماعية بين الممثلين الموجودين على خشبة المسرح. حكي لنا شوي عن هيدي الحالة نور، عن تدريباتكم بالمسرح، عن العروض اللي قدمتيها وشاركتي فيها. أنا دخلت دورة أعداد ممثل، ضلت فترة التدريب 3 شهور تقريبا، قدمنا عرض اسمه مشروع، كان عرض التخرج للدورة، عرض درجة ثالثة، مهرجان نقابة الفنانين الرابع باللادية كان هون. كان دوري فيه أنا بنت المسؤول يلي هو السبب بمعاناة المواطن بهالوقت الحالي. تعذبت شوي حتى أخذت الدور منيح، تمكنتي من الدور، حتى تمكنت منه بس بالآخر نجح معي. لما رجعنا
عدنا العرض بمهرجان حمص، مهرجان نقابة بحمص، حسيت حالي متمكنة منه زيادة، وأنا لسه بدي أعرض، لسه بدي أخدم، بدي خلي كل الناس يوصلها هذا العرض. هاني، إلى أي حد فعلا من الأدوار اللي قدمتها كان لامسك كشخصية، يمكن كشخصية هاني، أو يمكن حدا بتعرفه أنت بالواقع، وإلى أي حد هون الارتجال يمكن كان مسموح لكم بالعروض كلها اللي قدمتها؟ طبعا الارتجال هو مسموح للممثل، إنه أنا بشوف هذا الشيء أنا لازم أقدمه بهالشخصية، يعني هو بلازم هالشخصية فأنا لازم أقدمه. يعني هذا الشيء بيعود للممثل، لا للكاتب ولا للمخرج ولا شيء، قدرة الممثل هي اللي بتقدم هذا الشيء. مثل ما ذكرت رنيم، يمكن هي امتلاك أدوات الممثل بيكون متمكن منها. احكي لنا شوي على الأدوار اللي قمتي فيها رنيم، المسرحيات اللي شاركتي فيها. هلا أول شيء عرض التخرج مانشيت اللي عملته، هلا هي فكرته الأساسية كان إنه طرح ممثل لنشوف أدواته. كان في فكرة أساسية إنه نحن كيف نحافظ على كرامتنا، عروبتنا. بعدين عملنا سكتش صغير بتحية للفنان دوريد لحام. كمان قدمت درجة ثالثة هون باللاذقية وبعدين بحمص. بدنا نتابع نحن أكيد نحن وأنتو بحوارنا، ولكن بدنا نكون كمان مع فقرة من إنجازات الشباب مع الزميلة شذى إبراهيم. تابع سوا ونرجع. الشباب ركيزة الوطن وموضع العز والفخار في علمهم وعملهم، في إبداعهم واختراعهم، فهم عمود التقدم وعنوان الحضارة التي تبصر الحياة على نور منجزاتهم وهدى اختراعاتهم ودقة تصميمهم. وتتنوع مشاريع الطلاب السوريين في الجامعات التي تثبت كفاءتهم ومقدرتهم على التصميم والإبداع. محطة اليوم مع طالب دكتوراه في كلية العلوم في جامعة تشرين، قام بتصميم حساس الكتروكيميائي لقياس نسب التلوث في المياه. أنا إبراهيم بسمة، طالب دكتوراه بالكيمياء التحليلية باختصاص التحليل الكهربائي، مختص بتقنية التحليل الفولت أمبيرومتري باستخدام جهاز الفولت أمبيرومتر أو ما يسمى بالبولوغراف. تستخدم هذه التقنية في تحديد تحليل نزر بعض العناصر المعدنية الثقيلة في المحاليل المائية بشكل عام، والعينات الغذائية والعينات الدوائية. طبعا العناصر الثقيلة هي من العناصر السامة لجسم الإنسان مثل الزرنيخ، الكادميوم، الرصاص، النحاس والزنك. بدور البحث تبعي حول تصنيع حساسات الكتروكيميائية بغرض تقصي نزر بعض العناصر المعدنية الثقيلة في العينات المائية. المواد المستخدمة هي عبارة عن مواد عضوية بتم مزجها مع عجينة الكربون طبعا، وهي بتحل هاي المواد العضوية إلى خصائص. نحن درسنا هاي الخصائص، خصائص لهي المواد تلعب محل أو مكان الذهب في تحليل هاي العناصر. ومثل ما بنعرف نحن أنه الحساسات المصنعة من الذهب تبلغ كلفتها الاقتصادية ما يقارب 1,000,000 ليرة سورية. نحن عم نصنعها بنفس الكفاءة باستخدام مواد عضوية تكلفة الاقتصادية لا تتجاوز 10,000 إلى حد 15,000 ليرة سورية. تتجلى أهمية هذا البحث بتطبيقه بيئيا واقتصاديا في قدرة الحساس المصمم على منافسة مثيله المستورد بالأداء والسعر. أهمية بحثي في من الناحية العلمية هي تطوير هذه المنظومة التحليلية، من الناحية التطبيقية تطوير منظومة التحليل، تطوير هذه المنظومة عن طريق تصنيع هذه الحساسات الالكتروكيميائية وهي حساسات باهظة الثمن، تطبيقها في مجالات تحليل عينات مياه الصرف الصحي، عينات المياه الشرب، عينات الغذائية، عينات الدوائية إلى آخره. جميع العينات المائية ممكن أنا أحللها باستخدام هاي الحساسات، محدد فيها نزرع هاي العناصر من مراتب متدنية جدا جدا، مراتب تركيز يعني متدنية جدا، مرتبة البيكو. الأماكن اللي طبقت فيها البحث هي كلية العلوم بجامعة تشرين في قسم الكيمياء مختبر أبحاث التحليل الكهربائي. عملنا تجارب عديدة حول تحديد عنصر الكادميوم وعنصر الرصاص بشكل متزامن مع بعض، يعني في العينات المائية. وبالنسبة للجهات المستفيدة هي مديرية الموارد المائية بشكل أساسي ومديرية الصرف الصحي.
البحث قيد العمل، يعني عم نشتغل بحيث انه نصمم حساسات بتحدد بشكل متزامن اكبر قدر ممكن من العناصر في وقت واحد، يعني 3 عناصر او 4 عناصر في وقت واحد. هي بالمرتبة الاولى عم نشتغل عليه، وبالمرتبة الثانية ننزل بحساسية الكشف، حساسية التحليل الى مراتب ادنى من اللي وصلنا له نحن. ولعل أبرز التحديات الماثلة أمام الكيمياء التحليلية المعاصرة هي تطوير طرائق التحليل ذات الكفاءة العالية بأقصر الأزمنة وأبخس الأسعار، ويشكل هذا البحث خطوة عملية هامة نحو مواكبة هذه التطلعات. كملينا بحديثنا معكم شباب، خلونا نحكي شوي عن تجربتكم بفرقة أليسار، عن كيفية التدريبات للعروض. يعني صار معكم أثناء التدريب بيصير في هيك يمكن كتير نهفات وشغلات ممكن أنتم كشباب هيك تمثلوا مع بعضكم على خشبة المسرح، أيضا هيك يمكن صار في شيء معكم هيك شيء حدث نهفات على خشبة المسرح أثناء تأدية العرض؟ أي طبعا، يعني بدرجة ثالثة لما كان في ممثل فهو بده يشلح الدفتر، هو فبيشلحه وبيضرب بالاضاءه نفسها. هي كانت ما متوقعه، وبالبروفات كلها يعني ما وصل الدفتر للاخير، بس هو من شده الحماس بالعرض انشلح الدفتر للاخير. وفي عندنا مثلا اذا بدي احكي عن الجمعيه مع المسرح بالكواليس، لاني بالكواليس انا بدي ركز بدوري، راني بدي اتركز بدوري، يعني الخوف والتوتر طبعا، يعني طبيعي اني خاف بس مو طبيعي اني ما خاف. هو الشخص اللي بيخاف بيكون حامل مسؤولية، هذا الطبيعي من الممثل، هذا شيء طبيعي عند كل شخص. أي بس بالجمعية أي إنسان بيتعرض لهموم، بيتعرض لمشاكل طبعا، فمجرد ما تفوتي من باب الجمعية بتشوفك رنيم، هاني حسيته مع بعضه. لا رنيم هيك مركزين نحن اليوم عليك في الحديث، رنيم هيك عندك حالي خاصة أنتي. تفضل هاني. فبتقعد جنب هاني شبك، هاني شو عم يصير معك، بتضل قاعدة لحتى تفهم من هاني شو شو بدها تساعده. او انا احيانا في مشاكل مثلا ما فيني احكي لرنيم مثلا، فعندنا الاستاذ نضال عديرة، هو ما بس بنعتبره مثلا استاذ او كذا، هو اب لنا، يعني الاستاذ نضال عديرة والاستاذ بسام سعيد هو اب لنا اكثر من انه استاذ، يعني بيعلمنا، هو اب لنا يعني بصراحه. حلو، يعني هيدي الحاله، حاله المسرح انه قد ايه بتقرب منكم انتم كاشخاص عم بتمثلوا على خشبه المسرح سوا، عندكم يمكن محل ما بتجتمعوا بالجمعيه بتقعدوا هيك مثل ما عم يذكر هاني بحاله اجتماعيه، بتسالوا عن بعضكم، عن هموم بعضكم، كم بتفضفضوا لبعضكم. طبعا مثل ما قلنا هي بتولد عندكم حاله اجتماعيه وحاله من الالفه والتقارب بين بعض كشباب. ايضا فيكي تعتبريها قلب واحد. طيب هلا هون سؤالي رح يكون جوابه صريح اكيد منكم شباب، لان ادوار مختلفه بتكون عندكم، كل حدا ممكن يكون عنده دور، ومثلا مضاد للشخص الاخر حيكون عدوك لنفترض. هيدا الشيء الى اي حد علاقتكم مع بعض بتاثر بهيدي الادوار على خشبه المسرح؟ هلا هون الممثل هو وشخصيته، يعني هي اذا الدور بيقدر ياثر عليه. هلا ممكن نحن نعاني منها اثناء العرض بس لانه نحن بدنا نكون لابسينها للشخصيه، بس بعد العرض يعني برايي ما لازم نسمح لها تسيطر علينا، لانه بتضل محبتنا هي اللي بتغلب عليها. هلا خلونا نحكي شوي عن هيك المجتمع المحيط فيكم. نور، انت كفنانه مسرحيه كيف بتشوفي نظره المحيطين فيكي؟ بتلاقي هيك الاصداء لما بتطلعي على المسرح شو بيقولوا لك؟ هلا معظم العالم بتشوفها انه فن وشغله حلوه كتير. في ناس بتشوفها انه مو حلوه لإلك كبنت، بتاثر عليكي مستقبلا. ما الكل بيحبس هي الشغله، وانما المسرح شغله كتير حلوه. بتحاولي تنقلي لهم هيدي الصوره انه المسرح شيء كثير حلو وانا عم ادي هيدي، يعني هي موهبه انا حابه انميها، طبعا بيقولوا انه اشياء سلبيه خلينا نقول بهيدا المجال. هو انا بحاول بس صراحه وصلت لدرجه انه انا هذا الشيء عم اعمله انا بحبه، انا بامن فيه، لهيك صرت ما انه ما بعرف كيف بدي اوصل الفكره، انه خلص انا بدي اطلع، انا بدي اثبت حالي وما اسمع لحكي العالم. اها تمام.
يعني كل واحد ينطلق من نفسه. انت هيدي الشغله بتحبيها فبدك تركزي عليها، اكيد ما بيهمك الاقاويل من اللي حواليك او من الاشخاص طبعاً. اللي هن معترضين على هيدي الفكره. هلا المسرح قلنا هي حاله بتجمعكم انتم على خشبه المسرح، العمل الجماعي هو كثير مهم لينجح العرض، ولكن كل شخص بحب هيك يكون انه هو مبين اكثر، متمسك متمرس بدوره اكثر، تاقن دوره. الى اي حد بتكونوا انتم هيدي الحاله عايشينها اثناء تاديه العرض؟ كل واحد بشخصيته، يعني انا بين اكثر عن رنيم، لا هي ما محبذه بالمسرح، يعني هذا الشيء لا، اني انا بدي بين اكثر او انا بدي غطي على رنيم، لا هذا الشيء طلعنا عن روح المسرح، هذا الشيء ما مسموح بالمسرح، طلعنا عن روح المسرح، لا انا بدي ساعد رنيم، انا بدي خليها تبين لرنيم، معلش لو انا ما بينت، انا بالنهايه بدي بين بالتحيه، انا بالنهايه بدي واقف قدام جمهور، بدي زقف لي جمهور على العمل اللي انا قدمته. فهي الروح الحلوه اني انا خاف على رنيم او على نور ونور تخاف علي، هي الحاله حلوه بالمسرح، يعني هي الحاله انه الكل لازم نحن ننجح، حاله جماعيه وننجح كلنا، لانه هو بالعمل الجماعي ما فيك تبين على حساب حدا لانه رح يخرب العرض كلياته. تماما، هو الهم الاول نكون روح واحده العرض المسرحي. تماما. هلا يمكن شباب الحرب على سوريا هي أثرت يمكن على الشباب، على كثير من الشباب، وأثرت أيضا على المسرح. أنتوا إلى أي حد أثرتوا فيها لهذه الحرب؟ وهيدا الشيء يمكن هو دفعكم حتى تكونوا أنتوا ممثلين على المسرح، تنقلوا صور الواقع اللي عم بتصير، تنقلوا هيدي الصورة للناس اللي عم تحضر، يعني تكونوا تجسدوا الواقع أنتوا بتمثيلكم. طبعا شاركت بمهرجان بسمة الطفل، فعملنا لوحة شجرة وطن، فنقلنا للعالم بطريقة مسرحية عن الشيء اللي صار ببلدنا وعن البلدان اللي تآمرت على الشجرة اللي هي سوريا الأم. نقلنا للأطفال وللشباب إني هيك صار عنا بالنسبة كيف العالم تآمرت علينا، كيف قتلونا، كيف الجيش دخل حمانا، يعني حاولنا بطريقة مسرحية ننقل هاي الصورة، يعني هي الصورة عن طريق المسرح، هي بالنهاية كلمة، هي اللي نحن بنحارب بالكلمة، أنا فيني أحكي كلمة أثر فيها. تماما، يعني مثل ما أنتم عم بتقدموا وتجسدوا صورة واقع على خشبة المسرح، أيضا بتكونوا أنتم كشباب يمكن عم تطرحوا حل معين من خلال العرض اللي عم بتقدموه. رنيم، كان في هيك شيء عروض وقدمتوا من خلالها حلول أو اقترحتوا يمكن يكون في حلول معينة؟ هلأ بدرجة ثالثة نحن بينا انه هذا الانسان المضطهد اللي ما حدا عم يسمعه، الكل عم يتكاتر عليه، نحن بينا انه الجيش هو اللي حماه، يعني باخر المسرحيه وقت اللي بيدخل الجندي يعني انه الجيش هو اللي حمانا، يعني انه فوصلنا فكره انه للناس اللي كانوا يحكوا على الجيش، انه بينا لهم انه الجيش هو اللي عم يحمينا. احدى الطروحات ويمكن تمام اللي قدمتوها انتم، ولسه الطريق قدامكم كثير طويله، يمكن من خلالها بتقدموا عروض كثيره، وانتم كشباب ممكن تطرحوا مشاكل بتهمكم انتم، من خلالها توصلوا صوتكم للمسؤولين عن حل هيدي المشاكل. نحن اكيد مكملين معكم شباب، ولكن رح نكون هلا مع فقرة شباب وجامعة، نسلط الضوء على بعض هموم الشباب الجامعي ونحاول انه نطرح هيدي المشاكل ونلاقي لها حلول. منتابع سوا مع زميلتنا مي اسماعيل. كلية الآداب في جامعة تشرين، وعلى الرغم من سعة أقسامها وتنوعها وأهميتها، لازالت تعاني من مشكلات. اليوم وفي فقرتنا سنحاول استعراض أحد هذه الظواهر الإشكالية والتي تعود لأسباب قد نكون نحن وأنتم قد أخطأنا تقديرها. أول شيء قل لنا نحن وين موجودين وشو ناطرة أنت هون؟ قدام كلية الآداب هون، كل فروع طبعاً الدفع صار لهم ناطرين العالم من الساعة 7:30 إنه ناطرين دور ليحجزوا دور، على اساس بيفتح الساعه 9 صارت الساعه هلق 10 وما فتحوا وناطرين، يعني والعالم عنده دوام عطله، دوام صار لهم يومين ثلاثه. طب انت اي سنه وشو الاختصاص؟ انجليزي سنه ثانيه. طب كل سنه بيصير هذا الشيء؟ اكيد كل سنه، والمواصفين عم يتاخروا، لو هيك ما كان بيصير هيك زحمه، ويعني ما فيك تحكي مع اي حدا منهم، يعني مثلا انت عم تسجلي لاختك، اذا ما كانت اختك حاضره ما بيعطوك البطاقه، طيب ليش؟ بركي اختي ما فيها تطلع مثلا او عندها ظرف، وما فيك تحكي مع اي موظف لانه كله نفسيات الحمد لله. طيب شو ممكن يردوا لكم هن اذا هلا مثلا فتح الموظف الشباك؟ هلا نحن رح نفوت لعندهم، اذا فتح النافذه وحاول
فعلا انه يمشي الدور اللي هو كتير طويل هلا بدنا نصوره. شو ممكن يبرر لكم هذا التاخير؟ ما عنده مبرر ابدا لانه دوامه ببلش الساعه 9. اي ما بيحكي معنا ابدا. ليش صار لك ناطره هون؟ اللي من الساعه 7 ناطره هون. انت هون ساكنه بالمدينه ولا جاي من الريف؟ لا انا من الريف، حتى من ريف جبلي، يعني بدي ساعتين على الطريق بس لحتى. لما بتجي انت وبتقولي لهم هذا الحكي للموظفين بياخذوا هالشيء بعين الاعتبار ولا لا؟ لا اكيد لا، انه ما حدا بتفرق معه انه ناطرين من زمان ولا لا. لا ما بيعصبوا، بذكروا الشباك اذا قلنا لهم انه انت تاخرتوا. انه ما له هون، انه راح اجى وراح. يعني حكيتوا اول شيء ولا لا؟ لا ما حتى بس شفناه وراح، يعني بس يشوف زحمه بيفتحوا، اذا عصب بسكر الشباك بروح. طيب هلا انا شايفيكم منظمين الدور انتوا ولا هنا بيطلبوا تنظيم؟ لا هنا بيطلبوا تنظيم، واذا صار زحمه بسكر الشباك وما عاد بيفتح. قد ايه ممكن تضلوا واقفين ناطرين دوركم؟ يومين بنرجع يعني. لا هلا مثلا مثل يوم لاي ساعه ممكن تنطروا؟ هلا هو بسكر الساعه 1، بسكر 12:30. يعني عمليا هلا باقي له بس ساعتين دوام. اي بس ساعتين دوام، ممكن يمشي الطلاب وممكن يسكر الشباك بيناتهم ما ياخذوا لطالب. قد ايه تقريبا انتم ممكن يعني هلا بس توصلي؟ قد ايه الوقت بس لاجراء هي المعامله؟ ما بده كثير شيء، 10 دقائق بس. 10 دقائق بتكوني خالصه؟ اي. بس قد ايه بتنطري؟ بنطر كثير. يعني هلا هو انا صار لي من الساعه 7 واقفه هون. اي بقى بده ل 12:30 ليخلص، مستحيل بقى يخلصوا هذا القدام هلا. طيب هلا انتم من امتى مفتوح باب التسجيل عندكم؟ من كم يوم يعني؟ صار له ما والله ما بعرف، يعني صار له فتره منيحه بس دائما هيك الزحمه. دائما هيك الزحمه. طيب هلا نحن شايفين الطابور كتير طويل واصل لاخر تقريبا الممر. يوميا هيك. طيب ممكن تضطروا تجوا كذا يوم ورا بعض لحتى؟ اكيد نحن ما من اول يوم رح تشوفينا، رح نسجل فورا هيك. طيب حالات الطقس شو ممكن تعملوا؟ ما بيجي. اذا كان مطر ما بيجي الموظفين. اذا مطر ما بيجي؟ لا ما بيفتحوا، ما بيجوا ابدا، ما بيدعموا. هلا بقى تخيلي نحن هلا بكل هذا البرد، نحن صرنا من الساعه 7 واقفين هون وجايين من الريف، بقى ايمت ما بده بيجي. طيب محاضراتكم شو عم بيصير فيها؟ ما عم تروحي علينا. حدا عم يسالكم على تبرير للغياب؟ لا ما في. طيب توجهتوا للهيئات الاداريه لشؤون الطلاب، شو الوضع؟ ما في شيء، بدهم يقولوا لنا انطروا على الدور. طيب انطروا بس لازم يامنوا الموظف، وينه؟ ما بعرف على كيفه. قال هذا كل يوم اجى بعد ما اجى قال والله رايح شي ساعه بيت وراجع. علنا نقلكم ياها. طيب في تعليق ثاني؟ نفسيات مريضه بس بيعلمونا على كيفي. طب حاولت تتواصل مع حدا؟ ما حدا بيرد. حاولت، ما تقلي ما حدا. حاولنا ما حدا بيرد. عمين رحت؟ بقول لك لبرا اذا بترجع. عمين رحت؟ هي اداريه شؤون، ما حدا بيرد على حدا هون. انا جاي من صافطه وهلا برجع بلا تسجيل متذكر. وبدي ارجع كل مرة بتكون محضر حالك والاوراق جاهزة بس توصل على الموظف. لك بدي انطر وتكون نفسيته هيك مرتاحة لحتى يسجل لك. اي سنة انت وشو الاختصاص؟ ثاني مكتبات ومعلومات. انه يعني كل سنة بتكون تعانوا هالمعاناة، قد ايه هذا سيء بالنسبة لكم كطلاب؟ والله سيء كثير. يعني عقوبة تسجيل؟ اي والله هيك شيء، شو نافع الحكي بس؟ ما حدا يرد. طلعت شخصيا عند العميد؟ لا. موفق سكيف رئيس شعب شؤون الطلاب بكلية الآداب. سيد موفق، نحن هلا صورنا برا ظاهرة عم تتكرر كل سنة بموعد التسجيل عند الطلاب بكلية الآداب، شو سبب هي الظاهرة اللي شفناها وشو تعليقكم أنتوا إداريا على هذا الموضوع؟ أولا نحن الأعداد اللي عندنا بالكلية أعداد كبيرة بالآلاف، فنحن بنعطي مجال للطالب إنه يسجل بالكلية، فالطلاب بيجونا يا إما أول شيء الكل يا إما بينتظروا لآخر شيء ليسجلوا، ومع هذا نحن وقت اللي شفنا هالضغط هذا فنحن عنا معتمدين للتسجيل الرسوم تسديد رسوم الطلاب، فهلا افتتحنا هسه كلفنا معتمد ثالث لتسيير امور الطلاب. طيب هلا انتم كيف بتتجاوزوا هذا الموضوع كل سنه نحن نفس المشكله؟ يعني كيف ممكن تتعاملوا مع الطلاب ووين ممكن يكون المحاسب؟ نحن هلا ما لقيناه، فوين هو؟ خبرنا. طيب هلا هو في اجراءات بيقوم فيها المحاسب، فقبل بيوم المحاسب بيكون مجمع مجموعه من الاموال، فهو المفروض يطلع يسدد بالبنك، فممكن بهالساعة هذه طلع يسدد بالبنك، اجوا الطلاب انتظروا شوي بين ما يكون رجع. طيب ما ممكن انتم تخصصوا ايام لحتى هو يقدر ياخذ مصاري وايام لحتى يوديه على البنك، ولا هو موضوع يومي؟ لا هو تقريبا موضوع يومي، لانه ما بيصير تبقى المصاري بالكلية، المفروض يسددها هو على البنك. طيب شو عدد الموظفين هون انتم القائمين على هاي المواضيع التسجيل؟ هون في امور للتسجيل، مثلا عدد الموظفين بيقوموا بالتسجيل 26 موظف، 32 قسم وسنه، فعندنا اكيد نقص بالموظفين، هي اول شيء.
زائد اللي بيشاركوا بالعمليه بالنهايه بتنتهي عند المحاسبه. طيب اذا حدا من الموظفين لسبب ما اضطر ياخذ اجازه او يتغيب، شو ممكن يكون البديل كونه في نقص؟ البديل ممكن زميله بالغرفه ينوب عنه. حسن سلطان معتمد الاداء. سيد حسن، نحن هلا كنا باستطلاع برا مع الشباب والصبايا عن موضوع التاخير اللي عم يصير عليهم او يمكن في شكاوي معينه. هلا نحن طلعنا على سير العمليه الاداريه وعرفنا انه في نقص بالكوادر، بس انت شو تعليق حضرتك على روتينك اليومي بما يتعلق بشغلك كرمال الشباب والصبايا اللي عم يجوا وينطروا؟ تمام، نحن اول تعليق هو يعني تنظيمي اداري بالحقيقه، يعني ما بدي ازعل الشغله انه نحن عندنا عدد كبير من الطلاب، لا في توزيع اولا للاقسام بين المحاسبين، هذا اولا، وما في توزيع للسنوات. نحن بننتهي من المشكله باللحظه اذا في توزيع اداري، لو كل سنه يعطوها مده معينه ويعني يخصصوا لها عدد معين من الايام بتنتهي الموضوع، ما بتشوفي كل هالصف هذا. يعني قديش عدد اكبر سنه؟ السنه الاولى مثلا بالعربي مثلا خليه ياخذ 10 ايام، نحن عم نبلش من الشهر العاشر، عم يجي الشهر 12 وبتلاقي شبك مثل ما هو، هذا مشكله تنظيمي. عندك مشكلة المصرف، نحن مصرف بلا عدالي، هلا نزلنا على المرفع ندفع. طيب ما في تسهيلات عندكم يعني من المصرف؟ بالدنيا هاي سابقة، يعني سابقة خطيرة، مصرف بلا عدالي، الموظف بالمصرف بيوقفني أنا ورا طالب الموازي ورا بيع الغاز، يعني أيام بتصير 12 وأنا ما بطلع من المصرف، أنا ما عندي عدالي، هوني ما عندي عدالي، جابوا لي آلة حاسبة، بتشتغل بتعلق عند الأربعة كاشف عملي ما عندي. لما انت بيستفزوك الشباب شو بتعمل؟ بعصب. كيف بتعصب؟ يعني بعصب. انا بتسكر الشباب. لا ابدا، هذه انا هون ما راح بحكي، الاستاذ بيحكي ايمت عم سكر لا انا بدي شاهد من يعني يكون موثوق، انا ايمت بسكر شباك يا استاذ. انا احيانا بنصحه انه ما تمشي وانت معصب لهالدرجه هذه مشان ما يصير اخطاء، لانه هون التعامل بتعرفي بارساليات واموال وهيك، انا بنصحه هدي شوي روق شوي قبل ما تمشي طلع، فاذا شوي سكر لدقائق معلش، اما يسكر بشكل دائم هي ما بتصير نهائيا. عم باخذ شغل على بيتي عم بسهر عليه الاثنتين لانه ما في كهرباء. يبقى طموحنا عاليا فيما يخص تعليمنا العالي، وعليه نتابع باهتمام قضايا الشباب في جامعتنا. شباب ندخل لتفاصيل حياتكم الجامعية شوي، في مشاكل ممكن بحياتكم الجامعية. نور احكي لنا عن انت فرعك بتواجهي في مشاكل معينة مثلا او عندكم هموم معينين كطلاب؟ الفرع كلية التربية فرع ظريف رياض الاطفال، بتحسي حالك بعالم تاني، تشوفي كيف تعاملي مع الطفل، شوفي انه الطفل هو اساس كل شيء. فرعك هاني فلسفه بكليه الاداب، احكي لنا ايضا انتم بهيدا الفرع او انتم كطلاب هيك شباب جامعيين عندكم هموم معينه، شو هي همومكم؟ شو هي مشاكلكم ضمن الجامعه؟ هلا هي قبل الهموم، هي الفلسفه مهمه بحياه كل انسان، يعني تمام، تفسير الشيء يلي انا مثلا نور ما فينا تفسره، يعني تتفلسف على رفقاتك انت؟ هلا بتفلسف بطريقه يعني بطريقه فلسفيه، يعني ما انه والله هاد شخص حبيت هي الفلسفه بطريقه فلسفيه عيدها مره ثانيه هي يعني اني ما والله هذا عم يتفلسف معناتها هاد غلط، لا عم يتفلسف بطريقه علميه يعني اي قبل الهموم هي بتساعدنا كثير يعني بحياتنا، وحتى بالمسرح بتساعدنا، زي ما انتقل على المسرح حتى بالمسرح ساعدتني عن الفلسفه بس بالنسبه للهموم اي طالب جامعي بواجه هموم كثير. اول شغله وصل بسن صار لازم يعتمد على حاله، بينسق بين الجامعه بين الشغل بين موهبته وبين، فتعرض لمشاكل بالجامعه من امتحانات من موظفين، من طبعا يعني اصابعك ما كلمت البعض، يعني في اللي منيح في الما منيح، يعني في اللي بيساعدك في اللي ما بيساعدك في مشاكل، بس ما فيني اقول انا والله الجامعه كلها مشاكل أكيد. لا في الايجابي في الايجابي وفي السلبي. الادب الانجليزي خبرينا هيك شوي عنه. شو بدي خبرك عنه؟ الاداب معروفه انه كثير فيها ظلم شوي للطلاب، يعني دائما متاخره بكل شيء،
يعني بصدور النتائج، ببرنامج الامتحان، ببرنامج الدوام، كل شيء. هذا الشيء معاناة حقيقية يعني، مع تماماً. انه انا ما الي زمان متخرجة من كلية الآداب ومن الأدب الإنجليزي تحديدا، ولكن ما كان هذا الشيء على زماننا. هلا فيه بس مو يعني مو بهالطريقه، لا مو هالشيء الزايد، يعني شوي شوي تمام، تقصير الى حد ما. تماما. في دكاتره عن جد يعني بحببوكي بالماده، يعني ما بعرف. هلا كل دكتور له طريقته يعني وله اسلوبه، هو بيختلف كمان يعني حسب كل شخص كيف بيتقبل الدكتور اللي عم يعطي المحاضره، بس اما بتحبي او بتكرهي. ايه بس يعني انه في شوي بتلاقي يعني وقت بتقدمي في شوي تنصدمي شوي وقت بيطلعوا النتائج يعني. اها انت حاطه ذهنك شيء بتشوفي على الورق شيء ثاني. تماما. طب تمام. وفي شويه مشاكل بس بالامتحانات. بموظفين الامتحانات، انا بقدم مادتي انا متفاجئ بروح بطلع علامتي ما بلاقي العلامه، انه طيب وين العلامه؟ يعني بدي اروح راجع الشؤون وراجع الامتحانات وبقض اسبوع اسبوعين لتطلع علامتي، انا بتطلع بالاخير العلامه. انت كشخص فقط؟ كشخص كاشخاص يعني في اخطاء عم تصير كاشخاص يعني، وقله يعني اهتمام شوي وتقصير. تقصير من بعض الموظفين. هلا خلونا نرجع شوي لموضوع المسرح، وهيك رح اعطيكم حالي انتم كممثلين تخيلوها واعطوني الرد لإلها. اذا كان عندكم عرض مسرحي طلعتوا على خشبه المسرح تفاجأتوا انه ما في جمهور عم يحضر، او نسبه قليله جدا من الاشخاص حضرانين هيدا العرض، شو بتعملوا؟ بتكملوا العرض او لا تنسحبوا انه التغى؟ لا نحن بنحترم الاشخاص اللي اجوا، لو كانوا اثنين او واحد نحن بنحترم هذا الشخص اللي اجى يتابعنا، فنحن بنقدم العرض وكانه في 100 واحد موجود. هذا الشيء، هي الحاله جماعيه عند الكل. حاله جماعيه، وانا واثق انه بيطلع العرض احلى. حتى لأني حالي انا ما اجى. تفضلي. حالي ما بتاثر، بتاثر فيكي بس من جهه ثانيه كمان ما بتاثر، لانه لما بنكون عم نتدرب على عرض بمخيلتنا ما رح يكون في حدا، حتى الاضاءه لما بدك تطلعي على المسرح حتى لو بتضلي عم تطلعي 100 ساعه ما رح تشوفي حدا. هذا الشيء كمان بيساعدك كثير، لانه لو لمحتي حدا لو نتفه صغيره بس يمكن ياثر على ادائك وتأثري على المجموعة كلها اللي معك من خلال نظرة صغيرة بس على الموجود. فأنا من جهتي بتابع العرض. بتتابعي؟ بتابع العرض أكيد. هو مثل ما قلتوا أنتوا كلكم هي حالة جماعية يعني، حالة جماعية. هذا الاحترام بالنهاية لو كان شخص واحد عم يحضر نحن بدنا نأدي هيدا. طبعا هذا الشخص محترمني أنا بدي أحترمه، وأنا واثق يطلع العرض أحلى. يعني هذا الشخص تعب وإجا ليشوفني أنا، ليشوف المسرحية، ليشوف العرض، فأنا من واجبي إني أحترمه وأعطيه العرض اللي بد اللي إجا هو مشان يشوفه. حلو، خلونا نحكي شوي شباب عن طموحاتكم بالدراسة بمجال المسرح. طموحاتكم المستقبلية شو هيك مفكرين للمستقبل؟ لا ما في إنسان ما عنده طموح، يعني ما عنده هدف من طفولته يعني، بس أنا بالنسبة لي طموحي كتير كبير يعني. لوين كبير مثلا؟ يعني كتير كتير. كتير كتير. يعني مثلا طموحي إني أعرض أعرض عالميا يعني. حلو. أنا طموحي أعرض عالميا، ما أعرض والله بس بالقطر أو بالبلدان المجاورة، لا طموحي إني أعرض عالميا وأوصل إني أوصل، لأنا هذا العرض بدي أخليه يوصل للعالم كله بيجمع، فأنا طموحي إني أوصله للعالم كله بيجمع. يعني أنا سافر من بلد لبلد حتى أوصل هذا العرض. إن شاء الله يا رب يتحقق هيدا الطموح. أيه عندك كتير كبير. هلأ كمان يمكن دور المسرح بالمجتمع، بتحلموا أنه أنتوا تكونوا مثلا تطلعوا على خشبة المسرح وتأدوا دور يساهم بتطوير المجتمع، يساهم بزيادة الألفة والمحبة والمودة على بين المجتمع وبين الأشخاص الموجودين؟ أكيد، لأنه نحن بالنهاية عم نطلع على المسرح لنحل قضية معينة، لنعطي حل لشيء معين نحن عم نعيشه بحياتنا الطبيعية، بحياتنا العادية. فنحن أكيد يعني رح نتمسك بهذا الدور أكثر وأكثر إذا نحن عم نقدم حل لشيء بيفيدنا. شو طموحك للمستقبل؟ أول شيء غير أني كفي جامعتي، طموحي أني أبدع بالمسرح أكثر وأكثر، يعني يصير مني أكثر ويصير منه أكثر للمسرح. نور الهدى، خبرينا عن طموحك. مثل ما حكيت زميلتي، بغض النظر أني اتخرج من جامعتي، طموحي اثبت حالي بالمسرح وحلمي يرجع المسرح مثل ما كان.
آخر فقرة معنا شباب رح نتابعها هي مع زميلتنا أميرة ظاهر وفقرة مواهب بنتابعها سوا وراجعين. نيالك يا نايم يلي مرتاح مرتاح البال واني دوم الدايم عايش بها الترحال. شاب عاشق ومحب للفن كان ضيفنا يحيي المناسبات بداية في مدرسته، امتهن الغناء وتعلم أصوله. ضيفنا طالب مبدع في كلية الهندسة الزراعية توأم ما بين الدراسة والموهبة. اسمي يوسف علو، ضيعة اسم الحارة. بحب الفن كتير وحابب اني اكمل بهالمجال. اكتشفت موهبتي كنت بايام المدرسة صف السادس، كنا قاعدين عم غني انا ورفقاتي، سمعتني الانسة وقالتي صوتك كتير حلو وشجعتني على الشيء هذا، ورفقاتي كمان كانوا يشجعوني. عم درس هندسة زراعية جامعة تشرين، بالإضافة لدراستي وكمان موهبي كمان عندي شغل تاني مشان أقدر أكمل بهالمجالين هدوني، إنه دراسي والفن، ونشارك أكتر شيء بنشاطات الجامعة وأحيانا بنطلع حفلات. نزلت أغنية لأم الشهيد مع إنه نحنا هلا بحالة حرب على الوطن. يا حامل بيدك ريحان لا ما تبكي لعنية، أنا ابنيك والله كمان ضلك ناديني ابنية، يا رايحة تزور الجسمان يا رايحة تزوري خيي، نحضنك عطر الريحان وبعرو حزن بي، يمغن اجيب ايدك للتراب متلو هو لما انخلا، هاي روحو سكنت بكتاب شرف وعز ما بينسرى، كافي يا امي لدموع سوريا اطراب دافي، ابنك صاير ما بيجوع بحضن الوطن غافي. وتأثرنا كتير بالمرأة اللي حاملة بإيدها ريحان ونازلة تزور قبر ابنها، فغنيت الأغنية كلمات الشاعر علي زمزم واشتغلنا عليها. غنى ضيفنا فأبدع، بحط صوته وعربه نالت استحسان كل من سمعه، فلقي كل التشجيع والدعم. أغاني القديمة فيها حس، فيها كلام كتير حلو، عمالقة يعني كانوا. بعد زمان يا أحبابي زمان، اشتقت لكم يا أهلي وناسي، ضاع الأمان وضاع الحنان، آسى علي الزمن ناسي، ورجع راضي الزعلانين صحاب قلوب الطيبين، عالفرا مرمر كاسي، آسى علي الزمن ناسي. أغنية بحبها كتير، الفن والغناء حلمي. هلا راح سجل معهد موسيقى وراح فوت بهالمجال مظبوط، وراح نعمل صقل للصوت. بالختام بحب اشكركم قناه غريت على الاستضافه الحلوه، واحسكم بالشباب، وبوجه شكر كتير كبير تحيه لاهلي ابوي وامي واخواتي. يوسف علو، لك منا كل الحب والتقدير.